ودي كانت اخر محاضرة عملي. وبعدين بقى ما حد يقوم يفهمه يا جدعان ان اللي رايحينها دي بطولة مصارعة. اللي انا عايز اقوله من الفيديو ده ان احنا رايحين نلعب باسم مصر ولازم نشرف مصر. خلاص اتفضلوا قوموا ناموا. جبل هدو شريعة سدو حراس جاي يلا استعدوا. جبل هدو شريعة سدو حراس جاي يلا استعدوا. جبل هدو شريعة سدو حراس جاي يلا استعدوا. بس كده حراس حط لي البتاع ده على الترابيزه. ماشي يا معلم ماشي. عرفت بقى انا عايزك فيه؟ اربع ايام هنروح المعسكر ونيجي. ها هتعمل ايه؟ انا عايزك تطفش العريس على طول، فاهم حاجه؟ طب وانا هعمل كده بلوشي ولا ايه؟ فين التوتو؟ ما احنا معناش توتو، لما نرجع هيبقى معانا توتو كتير وهنبقى نديك توتو. طب نرجع بسحنه حمدي الوزير دي كده بعيد عني؟ تمام؟ بس احنا يا حبيبي هنعمل اجراء صغير بسيط يعني. انتوا هتمدولي على ايه؟ الكمبي يا لات. هنمدي على ايه؟ الكمبي يا لات. شاطرين شاطرين يا حبيبي. امسك يا ابني انت امضي. ماشي يا معلمه ماشي يا معلمه ماشي ولا يهمك اهو. ايه ده يا ابني؟ مين رمضان صبحي ده؟ ده اسمي الحقيقي يا غبي عشان تعرف تصرف الكمبياله بجا. بعدين الرقم ده مش كبير يا معلم، هتقلله شويه. المعلم جزمه في القلب. جزمه في القلب. حرص كشف يا ماما. لا لا يا ابني احنا محتاجينه محتاجينه يا ابني. هتخطب لي قبل ما تسافر؟ يعني هتخطب لي قبل ما تسافر والا هولع في نفسي. انت في ثالثه ثانوي يابا، ايه يابا اللي انت بتعمله ده؟ هو انت يا عمو يعني عايز تتجوز؟ اصلا ابويا كمان يعني ناويها. ايه ده؟ انت ابوك الاقرع كمان عايز يتجوز؟ اقرع؟ طب ما انت كمان اقرع. لا ده قصة مارينا. مارينا كلام القرع بقى. يابا يابا سيبنا نروح المشوار اللي احنا رايحينه وبعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده. اسمع انت فاشل وانا ابوك، يعني انا ابو الفاشل، لو ما سمعتش كلامي هدى عليك وتخسر من اول ماتش. بونا سيرم يا موري. ها حضرت الشنط؟ يا صندوق الرزاله حضرناه، بس الله يحبك بقى بطلع صح القبطان عشان نومه تقيل، عشان احنا ماشيين من نجمه. عيني. استنى اوعى من ايه اللي انت؟ تعالوا عايزكم في مشوار. خدوني معاكم. لا المشوار ده للصغار فقط. طيب معلش يعني هو مش المفروض يا جزمه نعرف احنا رايحين فين؟ هتتبسط. طب ايه اصل احنا عندنا معسكر الصبح فهنان بدري، معلش خليها يوم تاني. اكتم يا انت ما سمعتش؟ هتتبسطوا يلا. ماشي طيب يلا كتله واحده. ماشي يلا يلا حلوه بقى يلا يا رب يلا. صغيرين بس. طب ما انا صغنن. فدار يا رجاله، فتره الحريم خلصت. فترة النسوان خلصت من ستة مساءً رجال. انا مش عارف انتوا سرعتوا ليه. لا كده كده هيتحرق البلاطة هتولع منك. نزل ده. يا نهار اسوح انت تاني؟ يا نهار اسود انتوا اللي تاني. ربنا يستر بقى المره دي وما نقابلش ابو لهب. ابو لهب ما هياش معديه ولا ايه؟ احنا هنبدا بتمرين الغساله. انت بتهوى بقك جد ولا ايه؟
انت مش هينفع معاك التمرين ده، انت عايز تمرين تركيز عشان ترجع انسان تاني. ماشي هنخش الغساله كده شطفتين. انت يا عم الحاج انت مالكش في التمرين ده، انت تحل سودوك وماشي. عايز وحوش واقف ماشي في، انت هتاكلنا ولا ايه بقك ده؟ اول بقى واقفه ماشي وخدت خالص. لا حول ولا قوة إلا بالله. حد يطلب لهم السرايا الصفرة. لا يا عم الله لوحدي. خالص خسس خالص خسس خالص. يا ليلى يا ليلى يا ليلى، وهنكسب ماتش الليلة. وقفنا النمل طابور يا ليالي، ركبنا الفيل حنطور يا ليالي. يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي الفرح تعالي. ماما زمانها جاي. ايه ده انت بتقول ايه يا ابني؟ عم بغني. سيبوني انام شويه عشان ارتاح واريح العضله. سيبوه يرتاح. هنقول يا حماده. ايوه يا خال. هو مفروض اول ما نوصل يحصل ايه؟ ما تقلقش يا خالو، انا مظبط كل حاجه. دول حبايبي. وبعدين احنا اول ما هنوصل بالظبط هعرف لك حرس رقم كام في الماتشات. اهم حاجه يا جماعه قبل اول ماتش لازم نعمل بروفا للدخله. احنا واجهه مصر ومفيش مجال للتسيب او الاستهتار. يا عم بولي انت صاحي ولا تودينا في داهيه؟ في داهيه ان شاء الله. الحمد لله على السلامة. هلا هلا اشتقنا ليكم ياما. هلا هلا الحمد لله على السلامة. هلا هلا اشتقنا ليكم ياما. السلام عليكم. اسم المتسابق حرس عبد العزيز. حرس عبد العزيز؟ وانا ايه اللي اثبت لي ان اسمي حرس عبد العزيز؟ اهو ده اسمي حرس محمد عبد العزيز. موقفه من التجنيد. اهو ده ايه ده؟ دي الستة جند. شهادة محو الأمية. اهي ده ايه دي؟ دي اللي هتمحي كل حاجة. اسم المدرب. اهو القبطان سعيد سمكه. القبطان سعيد سمكه. اسود في البحر وحوش في البر. بحريه 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 بحريه. ماله خير؟ لسه ورقه ناقص. ناقص كارنيه الاتحاد. ادي كارنيه الاتحاد بالاتحاد كله كمان. انت كنت فين ما تيجي هنا من الاول؟ معكوش شهادات تاني؟ والله احنا شهاداتنا خلصت، ممكن نسحب لك من البنك لو عايز. لا لا ملوش لزوم. النهارده تحديد المستوى الساعه 4 مع عماد. يا خرابي خرابي يا خرابي. اسمك ايه يا بيدا؟ انا بسم الله ما شاء الله ابني عبد الرحمن عنده 32 سنه. واصحابي بيقولوا لها زازا. زازا يا اختي عسل يا زازا. حبيب قلبي انا مشتريه له عربيه ملاكي موديل السنه، وجايبه له بقى ايه شقه في المقطم تمليك حكايه. اه ومشغلها تاكس. الشقه؟ لا العربيه. يا اختي نصحى. لا وفوق ده كله بقى ايه يا قلبي، عنده 200,000 جنيه في البنك ما شاء الله عليه، جاهز من مجاميعه. ومشغلهم؟ اكيد طبعا يا طنط. ماما ما قلتيش لعلى شاليه السخنه؟ وكمان شاليه السخنه؟ بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. كل مره انساه، عنده الشاليه ده هناك تقعدي على البحر يرد الروح. ومشغله؟ تاكسي برضه يا طنط. كله مشغله تاكسي، ده انت فاضل امك تشغلها تاكسي. عسل عسل يا عبد الرحمن ما شاء الله عليهم، حتى شوف الروح متلاقيه، الالوان يا اختي عند بعضها. قاعدين الاثنين يا حبيبي حواليك لابسين لك الازرق فازرق، خايفين عليك من الحسد والعين. والله خايف تبقى ليله زرقاء يا طنط. لا سودا ان شاء الله. انت يا بنتي عروسه، خش يا بنت بالشربات. يا اختي اسم الله.
لا انا مش عايز يسرى، انا عايز يمنى. ايه يا بابا امسك على اخويا. ايه يا ابني فرقت ايه يسرى من يمنى؟ دي كلها اشارات. معلش معلش بس يا حبيبي اهدى. طب هو ماله جراله ايه يا حبيبتي؟ عنده حاله نفسيه، لما بيزعل تجيله الزغطه كده تنططه. طب يا زازا لما تجيلك يا حبيبي الزغطه قول لها روحي للقطه. روحي للقطه. لا يا خالتي ونزعله ليه؟ مفيش شربات. طب روحي للقطه. راحت الزغطه؟ اه راحت الزغطه. البركه في القطه. انا خايف تعرينا على حورس والله العظيم. اعمل لي مشاس بس عشان اظبط الدنيا. هو المشاس حرام بس انا هعمله لك عشان انت صاحبي. يلا. الله اكبر يا بلد. شعري مظبوط يا؟ زي القرف. جميل يا حبيبي والله العظيم. يلا يا حورس انت متاكد ان دي بدله المصارعه؟ يا ابني دي بدله بروسلي بس مش مكويه، مش عارف العب بيها ازاي كده مش مكويه. يا ابني مكويه ايه واحنا رايحين نتعشى؟ احنا المهم نفوز بس، المهم نكسب ان شاء الله. اه البطل جاهز. انا ولع الدنيا. اه الماتش ده لازم نكسبه فاهم؟ لان الماتش ده اللي هيحدد لمؤاخذه المستوى ان كنت فيها الف ولا فيها ب فاهم؟ اللاعب اللي انت هتلاعبه اسمه عماد خرابي. خرابي؟ اه انا اخربها على دماغه. اه يلا يا رجاله. انتوا مين يا ابني؟ يا باشا احنا اللي جايين نشجع ونقيد البطل المصري. مين فيكم حورس؟ انا حورس. انت حورس؟ اسكت بقى. لا يا باشا مش اقعد. اسكت اقعد ساكت يا باشا. هو البطل المصري حورس اهو. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه رايك في اللبس؟ انا اللي مختارهوله. امشي يا ابني غير اللبس ده ولا عايز تتشتم من الاتحاد؟ يعني ايه اتحاد؟ القايمه. لا قايمه ولا قاعده. انت عايز ايه يا هلا؟ اللهم طولك يا روح. ان شاء الله مش هيتشطب ولا حاجه. على فكره انا ما بشبعش. امشي يلا غير اللبس ده والبس اللبس الاحمر. يلا